حركات عم بتم التدريب عليها عالميا للدفاع عن النفس فيما لو الواحد تعرض للهجوم بمسدس. اكيد هي شكل كتير مربكة. فاليوم لينا خليفة وزينة رح يفرجونا إذا تعرضتوا لهجوم بمسدس. طبعا هاي إشي كتير صعبة، ولكن هاي الحركات زينة عم بتقولي لينا عم بتقولي إنه عالميا عم بتم التدرب عليها. لأي فئات مين بتدرب عليها؟ هلأ إحنا اليوم حندرب اللي هي كيف تدافعوا عن حالكم مسدس. طبعا الشباب والبنات بيقدروا يطبقوها. التدريب بده يعني كيف أحكيك إنه هلأ لازم يكون تدريب خاص وما بيقدروا يعني يتدربوا عليها بالبيت أو يطبقوها. يعني الفئات الكبيره يعني اللي نحكي اي حدا بيقدر يتدرب عليها، بس مش صغار يكون. لا بس هو اللي عم هدول الحركات اللي قلتي يعني جبتيهم انت من برا يعني بتدربوا عليهم فئات زي قوات خاصه. قوات خاصه بتدربوا عليها، بتدربوا عليها كمان كمان العاب زي الكونغ فو، العاب الدفاع عن النفس في الخارج بتدربوها للشباب والبنات فيما لو الواحد تعرض للهجوم بالسلاح. بالضبط، اذا حدا مثلا تهدد بالهجوم بالسلاح يعني ممكن يكون في طخ، ممكن لا يعني ممكن بس بده يكون سرقه، فكيف يدافع عن حاله؟ هلا اذا طخ راحت عليه خلص، اذا انطخ يعني اذا في محاوله اغتيال اكيد راح، بس اذا تهديد بهدف سرقه هون نحن بالضبط. اوكي، وهلا طبعا التمارين كلها يعني مش هي تمارين في الاخر، انه مش انه يعني بتطلعوا من المواقف 100% طالعين من الموقف 100%، بس على القليله تتدربوا في احتماليه كبيره انكم تنجوا، مثلا اذا نحط سلاح في راسكم باي محل، فدائما في احتماليه، والمتدرب احسن كمان مش من الماء مش متدرب. اوكي اول وحدة. حركه احنا حنعمل اليوم اربع حركات. اول حركه اللي هي الفرونت نحكي، اذا حدا واجهك اذا حدا واجه بالضبط من الامام. فاول شيء دائما انه هلا اذا مثلا انت مصاري من بالضبط بده يسرق، بس فانتوا يعني حاولوا دائما طلعوا جيبكم، اذا عملتوا هون هو شاف وين ايديكم، فدائما الايدين تكون تحت، فبتقولوا له اوكي ايش بدك، بدك مثلا مصاري، بدك ساعه، خد ممكن يروح. اوكي، بس اذا هو ما بده المصاري وبده يعني ناوي على الاذى. اوكي، فاول شيء اللي بعمله هلا ما برفع ايدي اليمين ابدا اللي هي الشمال عشان شوي مخفيه من هالجهه. فاول شيء اللي هي هون بثبت طبعا دايركت اتاك على الوجه، بخبط بخبط بخبط. اوكي، وبلف المسدس. اوكي، هلا اذا طخ الطخه اذا انتم زي ما انتم شايفين تطلع لبرا هي من هون. هاي هالطخه طالع لبرا. اذا انا مثلا مسكته بهاي الطريقه ممكن اطخ حالي، اذا مسكته برضه هون ممكن برضه ينطخ يرجع لفوق. فهي دائما افضل شيء اللي هي بسموه كنترول الويبن بالاول، هو عملنا كنترول على الويبن. اوكي، بعدين اتاك دايركت على الوجه، خبطنا نخبط اكثر من مره. اوكي، وبنلف طبعا بالتدريب بنلف هالحركه هاي سريعه بتلوي الاصبع من جوا وبنطلع بنمسكه. هاي من الفرونت. هلا انا حطبقها على زينة ونفس الشيء انتم حتشوفوها. من هون اعطيني مصاريكي معيش مصاري. هون ببدا، هون بقدر اخبط ممكن تحت، تخبط تحت طوالي بلفها من هون وبطلع. اوكي، المايك راح. اوكي، هاي الحركة الأولى رندا. إذا تواجههم يعني إذا حدا واجههم من الأمام، واللي هي أصعب واحدة. أصعب واحدة من الأمام؟ أي أصعب واحدة؟ الأصعب واحدة عادة من بعيد كتير، يعني خلص ما فيها دفاع عن نفس، يعني هاي بعيدة، هاي يعني ما فيها احتمالية إنه ممكن إذا هربتي، بس هي هو الحل الوحيد إذا بطخ من بعيد، لأنه إذا جيت لقدام كمان بس إذا بهدد فهو قرب منك، يعني هون في احتمالية تدافع عن حالك. ودائما المسدسات الدفاع عن النفس أسهل من السكاكين. أسهل من السكاكين. سكين يعني إن شاء الله بنعمل له حلقة خاصة لإله، عشان السكين كتير صعب إنك حتى تمسكي لها الحفة، صح، كتير حادة. كيف بدك تمسكيها الكنترول تاعها؟ بدك شوي تكوني متدربة بالضبط عشان ممكن تروح أي محل، صح، فممكن تعمل حد ضرر. بس البوليت الطلقة بدها يعني أجزاء من الثانية لتطلع، ففي معها وقت تدافع عن حالها. أوكي، ثاني حركة. الحركة الثانية اللي هي مثلا من الخلف نحكي، انه كمان نفس الشيء. هلا بدي تلفوا على الكاميرا لانه انت رح تقومي. اوكي، ايوه هيك كاميرتك ثلاث هيك، فبتقدري هيك. اوكي هيك. اوكي ماشي. هلا طبعا اول إشي يعني بنمشي بنحاول نمشي نحس المسدس وين بالضبط بظهرنا، عشان اهم إشي اول إشي كنترول الويبن، صح، اهم إشي. اوكي، فبالضبط بنلف للداخل، بنسكر الايد إذا منتبهين وين طلع المسدس. يعني هلا إذا حاولت تروح يمين وشمال ما حتقدر، حطخ لبرا. فهون أنا بدي بس أفرجيهم. أوكي هاي الكاميرا. فالكنترول حيكون على الإيد كامل هون، أنا سكرت الإيد على الإيد. خلعت إيد زينة. أوكي، دايركت أتاك، بخبط 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 تحت. أوكي، وبحاول أطلع المسدس دائما أسحبه من الإيد، وأنا أعمل كنترول برضو على اللي بهاجمني.
نقدر نعملها كمان مره. رندي حابه تعمليها؟ يلا مع زينه. اوكي هلا بدك تذكريني. اوكي هلا هو بيجي هلا من جوا بتلفي، ترفعي ايدك بتسكري الايد. صح هيك. ممتاز. تخبطي على الوجه، تخبطي تحت. جد ممتاز. متحمسه رندك. هاي زينه نفس الشيء، كسرت ايدها. كسرنا ايد زينه. اوكي زين. دائما من جوا بتيجي الحركه من هون. جد. اوكي بعدين بخبط هون تحت، بحاول اطلع الهاد. طبعا اذا انضرب اكثر مره يعني اخرته يعني أكيد يخف المسكه يعني ينأذي، فبده يمسك وجهه. بس قد ايه الواحد لازم يكون سريع البديهه؟ تدريب 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 بده سرعه بديهه وبدها ثقه. يعني رندا انا دائما بذكر انه بدها ثقه كبيره بالنفس، والثقه بتيجي من التدريب. صح صح. اوكي ثالث وحده. الحركه الثالثه اللي حابين نعملها، اذا مثلا حدا هون عم بيهددكم فماسككم مش امسك المايك. اوكي بهاي الطريقه دائما زي ما حكينا بنطلع المهم نسيطر على الوطن، بمسك من هون. جود. هلا الدفشه بتصير. ممتاز. من الحوض. من الحوض بالضبط. هلا اول شيء كنترول الوبن. اوكي بمسك من هون. اوكي خلي مره ثانيه زينه واحد. يلا. من اول. هلا مثلا بهاي الطريقه. اوكي شو اول شيء بنعمله؟ اول شيء طبعا اول شيء بهدي، بحاول انه مش دايركت ارفع ايدي امسك الوبن. بهدي اللي معي، بشوف بكون هو عاده متوتر اذا ماسك سلاح و يعني بكون شوي عنده هاد، فمنهدي شوي انه ايش مالك، شوي شوي انه ايش بدك، يعني بنحكي بنحاول نحكي معه. واحنا بنحكي بنحاول يعني نخفف عنه ونمسك دايركت الوبن لبرا. طبعا الايد بتيجي على الوبن من برا. هلا منطقه اذا بصورونا مثلا كامل الجسم كامل. اوكي هلا منطقه الحوض اللي هي بتفش هون، فعمل عمل ديستنس، بعد مسك الهاد. صح. ممكن يخبط تحت يلف وعلى السريع يهجم على ال، ولازم يكون سريع. لازم يكون سريع، لازم يكون متدرب، لانه صراحه جد مرات اللي بكون هاجم بكون خايف اكثر من مهجوم عليه. صح متوتر بكون. ويمكن ثقه اللي الثاني اذا عاليه بيقدر يتحكم اكثر، اذا ما في ثقه بيخاف اكثر. يعني اذا ما في ثقه هي اهم شيء يكون في ثقه انه انا قادر ادافع عن حالي. صح. وثالث وحده. رابع وحده. رابع وحده. رابع وحده اللي هي على الارض. طبعا كلها التمارين بدها تدريب. طبعا أكيد. احنا بس كمان حابين ننوع لهم ونعطيهم دائما تمارين. نامي انتي هون. اوكي اذا بدك هون هون احسن. هلا اذا مثلا حكى لي اني اقعد على الارض، اوكي وبالضبط احط اجري ايدي هون ويثبت. اها اوكي ايوه اوكي. هلا اول شيء حتحط المسدس براسي من ورا. اوكي اول شيء طبعا كل الحركات لازم تكون سريعه عشان المسدس مثل ما قلنا ممكن بسكندز يعني تطلع الطلقه بثواني. فاول شيء بمسك بعمل هون. بمسكه لبرا عشان اذا طخ لبرا بمسك. أيوة. الوبن بمسك الايد. اوكي وبلف لجنة. ايوه هذول نفس الحركات اللي كنا عاملينهم هذيك المره بس يعني مع منهم وفن. بس هالمره مسكنا المسدس. يلا هلا زينه بدها تعمله. طرت زينه معلش بنعبيها ما تصير المره الجايه. نحميكي اكثر زينه المره الجاي. اوكي يلا بحاول امسك الوبن بطلع لبرا بدخل لجوا. اوكي تقلب جسمها كامل. ايوه اللي هي لينا قلت لنا كمان اخر شيء. ايوه تهددني. اوكي لينا هذيك المره انت قلتي لنا في حال الهجوم يعني انه صار الوحده على الارض بتستعمل هاي العضله. هلا انت استعملتيها هون الحوض. الحوض انه كثير دائما لورا. اوكي او للجنب طبعا مع المسك عشان تقدر تشيله كامل. قد ما كان يعني هاي 100% اكيد يعني بيقدروا كمان يطبقوها الشباب على بعض انه بطير الشب عشان اصلا كل التقل براسه. فهو اذا قاعد هون كل التقل عند الراس والحوض عمل هون خلص يعني طار الزلمة الجهة الثانية. ممكن شوي يطير بس هي الدفشة لازم تكون كتير قوية. بعدين يمكن الناس بس تخفوا بمنطقة الحوض كتير قوية. منطقة الحوض عشان فيها أصلا مجموعة عضلات كتير يعني حتى اللي ما بتدرب إنه الحوض بيكون عنده كتير قوي دائما. جد دائما. شو أهم أشياء نأخذها بعين الاعتبار بحالة هدول يعني في سلاح؟ هلأ أهم إشي في سلاح يعني حاولوا يحكوا معه ايش بالضبط بده من ليش هو حامل سلاح. هلا شيء حلو بالبلد عندنا انه ما بيعطوا اي سلاح لحدا. ما نادر ما لحدا نادر لها بس انه هاي بالضبط للاحتياطات. يعني في ناس الا اكيد معهم سلاح وهيك بس هذا للاحتياط. بلاد برا طبعا زي ما احنا عارفين عندهم السلاح بيشتروا عادي من
بعرفش من وين دكاني فعندهم دائما عندهم العصابات حاملين اسلحه وهيك، فعندهم تدريبات كثير خاصه للاسلحه، يعني مسدس حتى عصاي كل هاي الاشياء يعني بيعملوها تدريبات خاصه عشان اكثرهم حاملين. فالحمد لله احنا عندنا ما عندنا هال يعني النسبه الحامله، بس دائما الاحتياط واجب. مزبوط. اذا اول شيء نحاول نحكي معه بهدى شوي، فممكن شو يخف هو قبضته بحيث انه نقدر نحن شو كمان هلأ نحكي معه. هلأ طبعاً إذا حسينا إنه هو آخرته ناوي يأذي بدنا ندافع عن حالنا، لازم ندافع عشان هي بدي أركز عليها دائماً. كمان الناس بيسألوني عنها وهيك إنه الخاصة البنات، إنه أنا بدرب بنات، فالعقلية شوي إنه لا حرام وأضربه وهيك طب ما أنت يعني حطيتي بموقف يعني يا حياة يا موت يا حتى ممكن اغتصاب، هاد فهاي حياتك وبدك تدافع عن حالك عشان أنت يعني بتستاهلي تعيشي بهاي الحياة، فلازم تدافعي اكثر يعني اكثر قوه بتقدري فيها، حتى لو مش متدربه تحملي اي شيء تخبطيه فيه. وان شاء الله مع الفيديوز وهيك انه انا اوصل كمان المسج تاعتي لكل الستات وكل كل الناس حابين يتعلموا دفاع عن النفس. اكيد. طيب هلا لما كنا عم نمسك المسدس كنت دائما في انه في اشياء نراعيها بقبضتنا للمسدس اللي هي شو بالضبط تكون؟ هلا اول شيء دائما كنترول الويبن السلاح، نسيطر على السلاح. كيف نسيطر على السلاح قبل ما نسيطر على البني ادم؟ فدائما نحاول نوجهها يعني انها تطلع للجهه اللي برا. فمثلا انا مسكتها من مثلا سكت هون انا انطخيت، حاولت انزله انا انطخيت نفس الشيء، لفوق نفس الشيء، حتى على الاجر كمان، حتى هون يعني بتصير المسكه بتقلها ترجع ضعيفه. فدائما هي لبرا هو احسن تكنيك، لبرا من عندك لجوا لعندهم. بالضبط. هي بهاي الطريقه احسن تكنيك عشان قد ما انطخ هون. بحاول كمان يعني هلا الاصبع هو هون، فانه اذا عملتي روتيشن لو اصبعين ممكن ينلوي، ممكن شايفه كيف ممكن اكسر اصبع. يا حرام زينه سوري الزنان يعني هاي جوا لحالها، اذا بلف الهاد هي هون ممكن ينكسر الاصبع. هون كمان ممكن اكسر الاصبع تاعه، لانه بتعرفي شو كمان الواحد يطخ المسدس لحاله بيتحرك. فاذا انت هون ممكن انه عن جد يرجع، فهاي اسلم ايش انه لبرا دائما، خاصه اذا كان متوتر يعني ممكن تلاقيه مثلا دروجة. اذا ما عندوش خبره بالسرقه. طيب لينا، هذيك المره قلتي لي انه احنا يعني اجاك تحدي انه معقوله انه اذا واحد قوي مثلا وانت على الارض وصرتي على الارض معقوله تقدري تطيري؟ طب بلكي واحد مثلا وزنه 140 كيلو. فشو صار معك بهاي؟ انا بحب احكي لهم القصه. هلا جاني شاب ومش مقتنع ومن هالحكي وهذا التمرين مستحيل، فقلت له اوكي يلا اخنقني حاول ثبتني على الارض بنشوف اذا بنفع التمرين فعليا. وخلال ثواني كان طاير، اقل من الثواني يعني كان طاير الجهه الثانيه، اقتنع فعليا انه اوكي التمرين منيح. طب على شو بتعتمدي انه هالقد يعني عرفتي انه تكون ناجحه؟ طبعا دائما بتدربها مع حدا يا كثير كثير اتقل مني، يا مثلا شاب ضخم مثلا انه اوكي يعني بنجرب التمارين. مثلا مره جاني واحد تاع جيش وشرطة بريطانية وبعرفش إيش وهيك، وكان لابس كمان البدلة الحماية هاي كاملة، وقال لي أوكي بدي أطبق التمرين عليك. يعني كان تقريباً فوق 100 كيلو مع كل اللي لابسه، وفعلاً طار. بس برضو هاد اضطريت استعمل كل قوتي كمان عشان إنه أقدر أطيره. يعني كمان مش إنه الواحد بس بيعمل هيك إنه يتوقع، إنه بده يستعمل كل طاقته عشان يطلع من الموقف اللي هو فيه. يعني هي سيرفايفل في الآخر، بدك تطلع من الموقف بدك تستعمل كل طاقتك. وزي ما دائما بنحكي بع الخوف الواحد صراحه بيطلع معه كل شيء، كل شيء بيطلع معه جد ممكن جد تساعد شوي. ونحن هلا لما هدول بينزلوا على يوتيوب في ناس بيقدروا يحضروهم ويكرروهم يقدروا مثلا يتدربوا عليهم، لو هاي الاشياء احتمالات قليله ولكن مش غلط نكون عارفين، لان هاي زي ما قلتي عم تدرب عالميا لفئات لقوات الخاصه لهيك، فيعني مش غلط الواحد يكون عنده وعي ومعرفه. صح. وفي كمان حابة أضيف إنه كمان هاي التمارين إن شاء الله مش بس عمان، يعني فإن شاء الله هلأ في مشروع نشتغل عليه إنه إن شاء الله تغطي كل قرى يعني كمان المحافظات تاعت الأردن. فالهدف هو كمان التمارين، يعني هي هدفها مش إنه بس أهل عمان يتدربوا عليه وهيك، بالعكس يعني أنا إن شاء الله أنا هدفي إني أدرب قد ما بقدر عدد كبير من البنات، والحمد لله يعني البنات كمان عم بتحمسوا لهيك، في إقبال ويعني حتى الجامعات وهيك، فالحمد لله يعني البنات هون كمان عم بتقبلوا. ف يعني طبعا لاقين فايدة هي وأكثر من كده الثقة بالنفس. صح، بيعطيهم ثقة. هي خلص إذا إجوا على التدريب هاي أول علامة من الثقة، بترفع لهم شوية ثقة إنه ياي أنا جاي أتدرب وهيك وبدي آخذ. غير هيك التوعية بحكي معهم كتير،
انه ما بصير هيك لازم هيك، يعني كثير بحكي معهم حتى الصغار بالعمر. وهي كمان شغله بدي ركز عليها، الاطفال من عمر يعني 11 سنه نحكي المراهقه لعمر نحكي 16 17، دائما الاهل يعني يحاولوا يكونوا معهم وين ما كانوا. لما توصليها انزلي معها مثلا، انزلي معها على السوبر ماركت، انزلي هذا، يعني اطمني انها وصلت المنطقه. عشان هلا الواحد يعني كمان عم بسمع قصص انه يعني واحد حاشرها هاد على الزاويه كذا مهددها حكي لها اذا بتحكي، والصغار بخافوا يحكوا. فدائما اطمنوا على اولادكم وين انتم بتوصلوهم، بنت او ولد، وانزلوا معاهم تاكدوا كل شيء، تاكدوا الوضع تمام واطلعوا. فدائما هي هاي السيفتي دائما تكون موجوده عند الاهل. اكيد هي الوعي. شكرا لينا. شكرا زينة. فقراتنا مكملين معكم، دنيا يا دنيا، خليكم معنا وبعد الفاصل.